السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في منهجنا الجديد ومع الوحدة الأولى واللي عنوانها جريت سمر، يعني صيف رائع. طبعا الكتاب اللي احنا شغالين منه ده هو كتاب الأضواء جام. تعالوا يلا شكل ما احنا متعودين نبدأ بقراءة كلمات الدرس الأول والتاني. طبعا أول كلمة عندي كلمة adult artificial intelligence chocolate bar wrapper community imagine leader member mention neighbor notice partner recycling center software strange talented tiring tournament vacation volunteer workshop. تعالوا مع بعض يلا حبايبي نشوف الاديشنال فوكابولري. اول كلمه alphabet amazing area blog post can check community garden coach specially excited forum post join kick local group meeting mistake player project post repeat sound sports club team technology. طبعا هنا حبايبي مديني الاختصارات لاجزاء الكلام. عندنا ال N اختصار كلمه noun يعني اسم، ال V اختصار كلمه verb يعني فعل، ال ADG اختصار كلمه adjective وadjective معناها صفه، ال ADV يعني adverb وadverb معناها حال او ظرف، و prep اختصار كلمه preposition وpreposition معناها حرف جر، و CONG اختصار كلمه conjunction وconjunction معناها رابط. تمرين عشان يأكد على حفظي للكلمات، طبعا عندنا كلمة notice قلنا notice بمعنى يلاحظ، عندنا كلمة member بمعنى عضو، imagine يتخيل، وcoach بمعنى مدرب. هنا بقول لي the A always gives me some advice during the game، مين اللي بيديني نصايح حبايبي أثناء المباراة؟ أكيد ده الكوتش، والكوتش حبايبي بمعنى المدرب. تعال نشوف number 2 بقول my dad didn't eat that I got my haircut. I got my haircut يعني أنا قصيت شعري، يبقى بابا ما إيه إن أنا قصيت شعري أكيد ما لاحظ. هقول my dad didn't notice وكلمة notice حبايبي معناها يلاحظ، يبقى بابا ما لاحظش ان انا قصيت شعري. نمبر 3 بيقول every A of the group has a role to do، بيقول كل A في المجموعة ليه دور يلعبه. كلمة role حبايبي بمعنى دور، ودو بتيجي مع role، اكيد هقول كل عضو، وكل عضو حبايبي معناها every member، تاني every member. تعال نشوف حبايبي language expressions اللي هو مديها لي. طبعا كلمة letter بتاخ collect أو pick up، الاثنين معناهم يجمع قمامة، collect letter or pick up letter. do activities يعني أدي أنشطة، do homework يعني أعمل الواجب، do well يعني أدي بشكل كويس، try my best يعني أبذل أقصى جهدي، take part in معناه يشارك فيه، have fun or have a better life. have fun معناها يتسلى ويستمتع، have a better life معناها لدي حياة أفضل. عندنا كلمة make a poster معناها يصنع ملصق، make changes معناها يحدث تغييرات، make sure بمعنى يتأكد. عندنا كلمة goal score a goal يعني يحرز هدف، solve a problem يعني يحل مشكلة، give a helping hand يعني يمد يد العون أو يساعد، يعني give a helping hand دي بتساوي كلمة help. تعال نشوف ال prepositions. عندنا at the start or at the end of، في بداية وفي نهاية، at the start of في بداية، at the end of في نهاية. clean up معنى ينظف، decide to for a while instead of nervous about join in يعني يشارك، nervous about يعني متوتر وعصبي بشيء، surprised by يعني مندهش بواسطة، help out بمعنى يساعد على إنجاز عمل، wait for بمعنى ينتظر شيء أو ينتظر شخص. يبقى مهم جدا حبايبي هنا ان انا اخلي بالي من البريبوزيشن اللي جاي مع كل فعل او كل اسم. تعالوا يلا حبايبي نشوف الكونجيجيشن اوف ذا ريجولار فيربس. تعالوا نشوف يلا تصرفات الافعال الغير منتظمه. عندنا كلمه feel felt give up given up grow grew grown learn learned
learn learned learned leave left left set 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 take took taken teach taught taught teach taught taught when one one write wrote written write wrote written. تعالوا نشوف يلا الكلمة ومعناها وعكسها. عندنا كلمة empty empty عكسها full positive positive عكسها negative quiet quiet عكسها noisy possible impossible safe dangerous young old. طبعا هنا حبايبي برضه بيأكد لي على حفظي وفهمي لمعاني الكلمات. عندنا كلمة safe بمعنى آمن, وعندنا طبعا كلمة dangerous بمعنى خطير, ودي صفات حبايبي. عندنا كلمة make بمعنى يصنع, تاني make بمعنى يصنع. sets عندنا كلمة for وده حرف جر. تعال نشوف كده بقول لي we need to add changes to the plan, واللي محتاجين نعمل تغييرات للخطة. يبقى كلمة changes هنا هيجي معاها make. كلمة make changes يعني يعمل تغييرات. تعال نشوف number 2 بيقول لي he waited, يعني هو انتظر his friend at the park but he didn't come. هو انتظر زميله في الحديقة لكنه ما جاش. طبعا قلنا حرف الجر اللي بيجي مع wait وفور ينتظر. نمبر 3 بيقول لي you should wear a helmet while biking to BA. طبعا بيقول لي يجب ان انت ترتدي, خلي بالك ان should be وراها مصدر, يبقى should wear a helmet, helmet حبايبي اللي هي الخوذة. فبيقول لي يجب انك تلبس الخوذة while biking وانت راكب الدراجة to BA, اكيد to be safe, to be safe حبايبي عشان تكون امن. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي it gets cooler when the sun يعني الجو حبايبي بيبرد لما الشمس ايه. يبقى اذا هنا هكتب sets, بس sets هنا حبايبي هيكون معناها تغرب. تاني sets هنا هيكون معناها تغرب, يبقى set معناها يعد او جاهز, من ضمن معانيها طبعا تغرب للشمس. طبعا الموضوع الاولاني حبايبي بيكلمني عن الاي اي. الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس, الذكاء الاصطناعي. بقول له واتس اي اي, ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ قال لي اي اي ستاندز فور. يبقى لازم اخلي ان ستاندز, خلي بالك ان ستاندز بتاخد حرف الجر فور معناها تشير الى او اختصار لي. فبقول لي اي اي ستاندز فور ارتفيشال انتليجنس ات مينز, وده معناه ميكينج كمبيوترز اند روبوتس سمارت سو ذي كان دو ثينجز that usually need human intelligence. ده معناه جعل الكمبيوترات وكمان الانسان الالي اللي هو الروبوتات يعني ذكيه بحيث انها تقدر تقوم بالاشياء اللي بتحتاج للذكاء البشري. يعني for example على سبيل المثال imagine you have a super smart robot friend. تخيل كده ان انت عندك صديق روبوت ذكي جدا. this friend can understand what you say. طبعا ده يقدر يفهم اللي انت بتقوله, answer questions ويجاوب على اسئلتك, and even help you do things like homework or play games, ويساعدك كمان في عمل الواجب ولعب الالعاب. the smart robots is what we call artificial intelligence, وده اللي بنسميه الذكاء الاصطناعي or AI. طبعا هنا حبايبي مديني انواع الكلمات, the types of words. كلمة types معناها انواع, words معناها كلمات. طبعا noun اللي اختصرها n معناها اسم, وقال لي that refers to a person or a thing. before a noun we usually find a and the, a coach, a garden, an area. طبعا بقول لي قبل الاسماء دايما بلاقي a و an with the, اللي هي ادوات النكره وادوات المعرفه. a verb, verb حبيبي اللي هو verb اختصار اللي هو فعل, وده اختصاره be. and it describes an action, يعني هو بيوصف حدث like help, imagine, and join. طبعا عارفين حبايبي ان الverb ده الفعل, what the subject does or what the subject is, يعني ما يؤديه الفاعل او ما يكون الفاعل, ده بقول عليه verb. the adjective, adjective حبايبي اللي هي الصفة, adj اللي describes a noun, يعني هي بتوصف اسم او الضمير كمان العايد على الاسم, like amazing, مدهش, nervous, متوتر, tiring, tiring حبايبي بمعنى مرهق. تحت بقى حبايبي بيقول لي write the correct category noun verb or adjective. هتكتب بقى يا ترى الحاجات دي اسم ولا فعل ولا صفة. نمبر 1 بيقول لي we live in a house. طبعا قلنا حبايبي house دي قبلها a فتبقى اسم, عشان كده هقول noun, noun حبايبي بمعنى اسم. طيب بيقول لي my brother runs fast. لما اسألك هو اخويا بيعمل ايه هتقول لي بيجري, يبقى ده what the subject does, ده اللي بيعمله الفاعل, فعشان كده هقول عليه verb فاعل, يبقى runs فعل. هالا's dress is beautiful, يعني فستان هالة جميل. طبعا هنا جميل دي بتوصف ايه؟ بتوصف الفستان, فاذا هي
adjective صفة. طيب number four will we have a community meeting. طبعا احنا عندنا اجتماع مجتمعي، اجتماع جماعي، اجتماع جمعية. طبعا هنا حبايبي لو بصينا على a community، اصلا a community دي حبايبي هي noun اسم، لكن موقعها ايه هنا في الجملة دي؟ هتقول لي adjective لكلمة meeting. يعني لو انا قلت لك what kind of meeting، اي نوع من الاجتماعات، هتقول لي it's a community meeting. فاذا هي موقعها في الجملة adjective صفة، لكن هي اصلا noun اسم. Number 5 بيقول مستر الموجي is an amazing teacher. طبعا حبايبي amazing هنا بتوصف كلمة teacher، فاذا هي adjective، يعني adjective صفة. طب number 6 بيقول I join the football team، يعني انا التحقت بفريق كرة القدم. لو سألتك what did you do، انت عملت ايه، هتقول لي I joined. يبقى joined هنا what the subject did، يعني ما فعله الفاعل، فبالتالي هقول عليه فعل، فيبقى verb تاني، verb يعني فعل. تعالوا نشوف حبايبي اهم لانجوج نوتس اللي هو مديهالي. يلا بيقول لي ان teach بيجي وراها to او how to زائد المصدر، يعني يعلم شخص ان يفعل شيء. لما اقول لك we should teach people، يعني يجب ان نعلم الناس how to use technology، كيفية استخدام التكنولوجيا. يبقى اذا teach someone or teach بيجي وراها how to plus the infinitive. فممكن اجيب to بس، قال لي عادي جدا، انا ممكن اقول we should teach people how to use or to use technology. طبعا كلمة حبايبي using هي هي by using، يعني هنا بيقول لي you can write stories using AI، يعني انت ممكن تكتب قصص باستخدام، يعني عادي ممكن اقول by using. by using يعني باستخدام، سواء قلت by using or using الاثنين حبايبي صح. تعال نشوف number 3. طبعا احنا عارفين ان like او love او كمان كلمة prefer يفضل، التلاتة لو جاء قبلهم مود على طول اجيب وراهم to زائد المصدر، ما اجيبش وراهم verb plus ing. فلما اقول I would like لازم اقول له to play، ما ينفعش اقول له I'd like playing. طبعا حبايبي there مع verb to be اللي هو am او is او are او was او where، لما يجي وراها اسم الفعل اللي بيجي وراها بيكون ing، وده بيبقى اختصار لجملتين اتنين مربوطين بكلمة who اللي معناها الذي. يعني بيقول لي there were lots of boys، يعني كان في كتير من الاولاد. لما اجي اقول كان في ناس بيعملوا ايه، هنا حبايبي بجيب وراها verb plus ing، فبقول لي there were lots of boys playing in two teams. طبعا هنا اصل الجمله حبايبي there were lots of boys who اللي were كانوا playing in two teams، اللي كانوا بيلعبوا في فريقين. طبعا هنا شال هوم وشال وير وبقى لي كلمة playing، بس دي تركيبة ان شاء الله هناخدها بعد كده. لكن انت دلوقتي تعرف ان there is او there are او was او where لما يجي وراها اسم وقول بيعملوا ايه، بيجيب له وراها verb plus ing. طبعا عندنا حبايبي كلمة try بيجي وراها verb ing بمعنى يجرب مش يحاول. تاني try والverb plus ing معناها يجرب. قولي do you want to try playing with the team، تحب تجرب اللعب مع الفريق. طبعا عندنا watch مفعول او سي مفعول او هير مفعول، التلات كلمات دول حبايبي يشوف شخص او يسمع شخص. هنا بيجيب وراها حبايبي حاجة من الاتنين، يا اما بيجيب له وراها مصدر يا اما بيجيب له وراها verb plus ing. لو جاب له وراها حبايبي verb plus ing بهنا بيشوف جزء من الحدث، يعني بيشوف جزء من الحدث. طب يا مستر لو جاب لي وراها مصدر يبقى كده بيشوف الحدث كله. بيقول لي the coach watched me kick the ball، يعني شاهدني وانا باركل الكرة. طبعا عندنا كلمة start حبايبي اللي معناها يبدأ، ممكن يجي وراها to المصدر وممكن يجي وراها verb plus ing، اي حاجة من الاثنين صح. لما اقول I started helping or to help out at a project in my city، بس لازم اخلي بالي من حاجة. لو قال لي is starting هنا ما ينفعش اجيب وراها verb plus ing، هجيب وراها to زائد المصدر. يعني لو جاب لي start في الزمن المستمر سواء is starting او starting، هنا بجيب وراها to زائد المصدر. يعني لو قال لي مثلا it is starting، يعني الدنيا بدأت، هرجي قال لي بقى حبيبي to rain ولا raining، هنا حبيبي لازم اقول له it started to rain. تاني it started to rain، it's starting to rain يعني بدأت تمطر. تاني حبيبي لو جاب لي start عادي جدا هنا اجيب وراها verb plus ing او to المصدر، لكن لو جابها لي في الاستمرار هنا بجيب وراها to زائد المصدر فقط. طبعا عندنا كلمة stop والفعل في ing معناها يتوقف عن فعل الشيء. لما قلت I advised my brother to stop watching too much TV، انا نصحت اخويا ان هو توقف عن مشاهدة. طب يا مستر stop ممكن يجي وراها حاجة تانية، قال لي ايوه stop ممكن يجي وراها to المصدر، بس حبايبي لو جه وراها to المصدر يبقى معناها يتوقف لكي يفعل شيء. تاني يتوقف لكي يفعل شيء مش عن فعل الشيء. يعني لما اقول لك مثلا on
our way to Alex يعني في طريقنا الإسكندرية. We stopped يعني احنا توقفنا. هنا بقى هقول to have lunch ما قولش having lunch. لان احنا توقفنا لكي نفعل شيء فاقول to have. تعال نشوف حباب يلا التمرينات اللي هو مديها لي على language notes دي. بيقول لي my mom cooks food fried vegetables. طبعا هنا عايز اقول باستخدام فهقول using يبقى using or by using. number 2 بيقول لي I'll try a Chinese food. طبعا هنا هجرب اكل فاذا try eating. try eating يعني هجرب اكل ال Chinese food. number 3 بيقول لي there are children in the park. يوجد اطفال بيعملوا ايه يبقى هجيب playing in the park يعني بيلعبوا في الحديقه. تعالوا نشوف حبايبي يلا الديفينيشنز اللي هو مديها لي. عندنا كلمه coach اللي هو المدرب. قال لي someone who trains a person or team in a sport. طبعا الشخص اللي بيدرب شخص او فريق في رياضه بسميه coach مدرب. imagine يعني يتخيل يعني think about something and form an idea of it يعني بيفكر في شيء ويكون فكره عنه ده بقول imagine. talented يعني موهوب يعني someone who has a natural ability عنده حبايبي قدره طبيعيه to do something well انه يؤدي شيء بشكل جيد. tiring حبايبي بمعنى متعب بمعنى something makes you tired حاجه بتخليك تعبان so that you want to rest or sleep تبقى عايز تنام او ترتاح. tournament tournament حبايبي بمعنى بطوله ودي بتساوي كلمه competition. فبقول لي a competition in which many players compete فيها عدد كبير من اللاعبين بيتنافسوا in many games في العاب كتير. طيب قال لي كلمه quiet حبايبي بتدينا معنى كلمه calm وكلمه vacation الاجازه بتدينا معنى كلمه holiday وholiday بمعنى اجازه. طبعا عندنا كلمه amaze لو حطيناها ing وing دي بقول عليها suffix يعني ناهيه او لاحقه بتبقى amazing وamazing معناها مذهل او مدهش. excite لما احط لها اي دي تبقى excited طبعا احط لها دي بس ودي بتبقى بمعنى متحمس. lead احط لها اي ار فتبقى leader وليدر بمعنى قائد او زعيم. تعال نشوف البريفكسز اللي موجوده. impossible لو حطيت لها في الاول ام تبقى impossible وهنا اديتنا العكس. known معروف لو حطيت لها ان تبقى unknown وتبقى غير معروف. تعالوا بقى حبايبي نشوف التدريبات اللي هو مديها لي على الفوكابلري بيلدر دي. to get the noun noun حبايبي بمعنى اسم عشان تجيب الاسم from the verb lead من الفعل lead we add the suffix بنزود اللاحق ايه بقى اكيد er عشان تبقى leader. number 2 بيقول لي to get the antonym of known عشان نجيب عكس كلمه known معروف اكيد بنحط لها un عشان تبقى unknown غير معروف. number 3 بيقول لي I go to Alexandria in the summer vacation. vacation means طبعا كلمة vacation قلنا حبايبي بمعنى holiday وholiday بمعنى اجازة. تعالوا حبايبي يلا نشوف التدريبات اللي هو مديها لي على الدرس الاول والتاني والتدريبات دي على الكلمات. قولي the view from the top of the mountain was I loved it. قولي من المنظر من اعلى الجبل كان ايه فانا حبيته اكيد طبعا was amazing amazing حبايبي بمعنى مدهش. number 2 قولي can you help me with sitting the table for dinner. طبعا قلنا حبايبي يساعد في شيء اسمها help out تاني help out. هنشوف number 3 بيقول لي I always wear gloves when I eat litter from the street. دايما برتدي قفازات لما ايه القمامة من الشارع قلنا حبايبي يلتقط اسمها collect or pick up. هنشوف number 4 بيقول لي كريم many prizes for his great work. طبعا كريم عايز اقول كسب او حصل على جوائز كتير من عمله الرائع فاكيد هقول one minute prices one معنى كسب. number 5 بقول دي A at the local recycling center during the summer. طبعا ده هيعمل ايه في المركز المحلي لإعادة التدوير اثناء الصيف اكيد هيتطوع ويتطوع معناها volunteer. اللي بعدها بقول لي رؤى A her room before her friends came over. يعني بقول ان رؤى عملت ايه في الغرفة بتاعتها قبل ما زمايلها ييجوا اكيد طبعا نظفت ونظفت حبايبي اسمها cleaned up cleaned up. number 7 بقول my brother became a of our school football team he is a good player. بقول ان اخويا اصبح ايه لفريق كره القدم بتاع المدرسه لانه good player اكيد طبعا اصبح member وmember بمعنى عضو. تعال نشوف number 8 بقول لي during a we traveled to Luxor and Aswan. اثناء الايه سافرنا لوسور واسوان اكيد طبعا الفاكيشن وفاكيشن حبايبي بمعنى اجازه. number 9 بيقول مازن waited a while before leaving the house. بيقول ان مازن انتظر لمده لمده بسيطه
قبل ما يغادر المنزل. طبعا ينتظر لمدة اسمها waited for a while. هنشوف نمبر 10 بيقول لي أميرة، مالها أميرة؟ قالت thinks حبيبي بمعنى تعتقد it's a to finish the project on Friday. أكيد هتعتقد إن ممكن إن هي تخلصه يوم الجمعة، إما مستحيل. طبعا اللي مديها لي كلمة possible، و possible معناها ممكن. هنشوف نمبر 11 بيقول لي if you are a you can drive a car, travel and explore new places alone. بيقول لي لو انت ايه اذا ممكن تسوق عربيه لوحدك وكمان تسافر وتكتشف الاماكن لوحدك، كل ده لو انت adult. adult حبايبي بمعنى شخص بالغ. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي did Celia a where she was going. طبعا انا عايز اقول هل هي ذكرت، هل هي قالت، يبقى اذا هقول did Celia mention، ومنشن حبايبي معناها تذكر، يعني هي قالت هي راحت فين. تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي to get the opposite of possible. طبعا عشان نجيب عكس possible اكيد هحط لها ام عشان تبقى impossible، والimpossible معناها مستحيل. تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحه 15 بيقول my brother likes to take part in games with other teams. طبعا حبايبي بيقول ان اخويا بيحب ايه العاب مع الفرق الاخرى. طبعا اكيد هنا يشارك فيه اسمها take part in، و take part in معناها يشارك فيه. تعال نشوف نمبر 2 بيقول the children picked up the chocolate bar A on the streets in their city. طبعا بيقول لي ان الاطفال بدأوا ايه، اكيد بدأوا يلتقطوا او يجمعوا الاغلفة بتاعة الشوكولاتة من الشوارع، يبقى rubbers. تعال نشوف نمبر 3 بيقول our team will play in the next A. طبعا الفريق بتاعنا هيلعب في الايه القادمة، اكيد طبعا tournament. tournament يعني مسابقة او دورة. تعال نشوف نمبر 4 بيقول my sister joined a group to A adults to read and write Arabic. طبعا هنا اكيد والتحق مجموعة عشان يعلم، هيعلم ناس بلدين انهم يقروا ويكتبوا عربي، يبقى اكيد teach. teach معناها يعلم، خلي بالكوا حبايبي. نمبر 5 بيقول عمر and طارق write stories using computer. بيقول ان عمر وطارق بيكتبوا قصص باستخدام كمبيوتر ايه، اكيد كمبيوتر سوفت وير، وكلمة سوفت وير حبايبي معناها برنامج كمبيوتر. تعال نشوف نمبر 6 بيقول our AR very friendly. طبعا هنا اكيد our neighbors. neighbors حبايبي بمعنى جيراننا ودودين جدا. تعال نشوف نمبر 7 بيقول working day and night، يعني العمل ليلا ونهارا is really ايه، اكيد طبعا الشغل ليل ونهار بيبقى متعب. ويعني ايه متعب؟ tiring. تعال نشوف نمبر 8 بيقول the coach watched me kick the ball and said I was a he was happy. طالما كان سعيد يبقى اكيد قال لي ان انا موهوب، وموهوب يعني talented. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي did you a the changes in my room. بيقول لي هل انت ايه التغيرات اللي في غرفتي. طبعا هل انت لاحظت، ولاحظ يعني notice. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي we should always learn from our a. يجب دايما ان احنا نتعلم منين؟ اكيد من our mistakes. mistakes يعني اخطاء. تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي Mrs. Azza always teaches us the sound of letters and we A after her. بيقول ان المس عزة دايما بتعلمنا اصوات الحروف واحنا بن A وراها، اكيد بنردد. يردد يعني repeat. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي it's safe. كلمة safe حبيبي بمعنى امن. To play in front of your house، انك تلعب قدام بيتك، it's not A. قلنا not والصفة دايما يدينا عكسها، فمعنى ان هي سيف يبقى اذا not dangerous، اجيب العكس على طول، يبقى it's safe to play in front of your house it's not dangerous، يعني ليس خطير. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو عجبتك الحلقة لايك بتاعك الجميل وشير لكل زمانك عشان الكل يستفيد، وتابعونا في منهج الصف الاول الاعدادي من كتاب جيم. المرة الجاية ان شاء الله هنشرح زمن الماضي البسيط، وده اللي موجود في الدرس الاول والثاني، وبعد كده هنحل التمرين عليه ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.